انا جبت لك الحنه اهي وعجنها لك بايدي. عارفه يا سوزان، شميت ريحتها وجيت على هنا جري علشان احنيكي بايدي. اختك معايا؟ اختيني معاكي؟ ايوه. كل شيء باوان، واوانك خلاص حاضر، ولازم تيجي معايا. هتاخديني فين ياما؟ في البراح يا سوزان، في البراح. خضرة وجنة ملهاش مثيل. الحنة يا حنة يا حنة يا قطر الندى، يا شباك حبيبي يا عيني جلاب الهوى. أما انت رحت فين ياما؟ حرام عليكي، حرام عليكي ياما، انت ما صدقت لقيتك. يا خبر اسود، هو في ايه؟ لا لا ايه؟ حصل، قولي لي في ايه؟ يا خبر اسود، ده كلب مسعور ممكن يعملها فعلا. دكتور حسن جري عليها دلوقتي واكيد هيحتاج لي. طب يلا بسرعه، يلا بسرعه. سلمى، مالك يا سلمى؟ في ايه؟ رد عليا، في حاجه؟ طب كلمه واحده طيب اتكلمي. حاش كلازكي ما لمستهاش يا باشا، يمين بالله ما جيت ناحيتها وانا اتهبلت في مخي عشان اعمل كده. حشكل، ما تلفش وتدور معايا، طول عمرك بتحاول تعمل كده مع ستات كتير في القصر، والكلام ده كان بيوصلني. اللي تعقلي يا باشا، اللي تعقلي وراحت لحالها وتوبت وكتاب الله، حتى اسال الدكتوره. امال مين اللي خرجها للجنينه وخلاها تنهار بالشكل ده؟ مين يا حشكل؟ امي يا حسن، أمي. أمك؟ أمك ليه؟ مش فاهم. مريم يا حسن، مريم تبقى أمي. مريم؟ أنت إيه اللي بتقولي ده؟ أنت مش سامعني؟ بقول لك أمي، والله العظيم أمي. سلمى يا سلمى، أنت رحتي فين؟ هو أنا زعلتك في حاجة؟ خلاص يا سلمى، خلاص ما تروحيش الفيلا وما تجيبيش الورق. خلاص سلمى، عشان خاطري ترجع يا سلمى. سلمى يا سلمى. يا نهار أزرق، أمها؟ أمها إزاي؟ والله يا توحة كانت بتقول لدكتور حسن كده، تعالي معايا واسمعي بنفسك. يا لهوي، ده انا نسيت. والنبي يا زينب، ده من الهواكش نسيت اقفل على فاطمه بالمفتاح. اطلعي اقفلي عليها الاوضه. ده وقته يا توحة، اللي بيحصل دلوقتي اهم من فاطمه الروبي واي حاله في القصر. تعالي بس. فاطمه الروبي؟ فاطمه الروبي هنا في القصر؟ مستحيل. انا مش مجنونه يا حسن، صدقني. أنا عارف كده كويس، أنا عايزك بس تهدي وتفهميني. وأنا لسه هفهمك. اتصل يا حسن، اتصل ببابا أو اديني تليفون أكلمه. حاضر يا حبيبتي، هديك كل اللي أنت عايزاه، بس أنا عايزك بس تقولي لي عرفت إزاي إنها مامتك؟ أنت حتى ما شفتهاش ولا معاك حتى صورة ليها. ما شفتهاش، ده حقيقي. أنا فتحت عيني على الدنيا ما شفتش غير بابا، حتى صورتها ما شفتهاش. طبيعي ان يكون وراك صورتها. رفض، قال لي انها ست خاينه ومدمنه كوكايين، سابتني وانا عندي سنتين وهربت مع عاشقها وماتت معاه في حادثه عربيه، عشان كده قطع كل صورها.
وانت صدقتي؟ قدر يكرهني فيها طول عمري، لكن لما كبرت كنت محتاجة لها قوي، لدرجة اني جربت الكوكايين عشان احس بوجودها. كل ده وهي عايشة وانا فاكراها ماتت. مريم عرفت الحقيقة دي؟ ما قدرتش اقول لها يا حسن، ما قدرتش، ما قدرتش حتى ابص في عينيها. طبيعي دي يا سلمى، حياتي. احكي لي مريم قالت لك ايه بالظبط؟ يا سلمى ردي عليا يا سلمى ارجوكي، انا ما صدقت لقيت حد يفهمني ويحس بيا كده. يا سلمى، سلمى، حسن الحاني، حسن. مين؟ أنا آسفة، أنا افتكرتك حسن. عاوزة إيه؟ أنا بدور على سلمى، حضرتك تعرفها؟ أنتِ مين؟ أنا مريم، وكنت قاعدة مع سلمى وبنتكلم، وفجأة هي صرخت وسابتني. يظهر إنها زعلت عشان قلت لها تروح بيت جوزي القديم. مريم، انت مين؟ مريم حبيبتي، انا يوسف. يا مريم، يوسف، يوسف المصري حبيبي. ايوه، يوسف المصري حبيبك. ايام زمان كان قلبي طير، عمره ما تاه عن سكتك. بيشوف ملامحك من بعيد وبيعرفك من رقتك، وإيديا كانت ماسكة إيدك، والطريق ما بينتهيش، والعمر كان ملوش تمن، والدنيا كانت ما تسويش. يعني اللي كان فاضل لنا حبة رياح وجناح وريش. تفتكري لما هنفترق في الدنيا دي نقدر نعيش؟ مريم، يوسف، يوسف، مريم، مريم، يا نهار اسود، مشيت امتى يا شوقي؟ من ساعة ما كلمت ودخلت هناء لسوزان. يخرب بيتك، انت اتلحست في مخك يا شوقي؟ ليه بس كده يا دكتورة؟ ما انا شغال طول اليوم ومشيت، والدنيا كانت هادية ومفيش أي مشاكل. ده في كوارث يا دكتور. سلمى تعرضت لانهيار عصبي والقصر كله مقلوب عليها، وزمان الدنيا خربانة هناك. أما أما ردي عليا، رحتي فين ياما؟ سيب الحنة ياما، أنا جايبالك الحنة اهو في إيديا جديدة. ياما ياما، سيب الحنة وخرجي من الشقة على طول. ياما في ناس جاية تقتلك. شايفة يا زوزان؟ شايفة المفاجأة التحفة اللي أنا محضرها لك؟ عارفة دي صورة مين؟ دي صورة مامتك أنوار. طبعاً أنت مستغربة إن أنا لسه فاكر ملامحها. طبعاً لسه فاكر، لسه فاكر ملامحها كويس قوي. هي دي أنوار، ست الحبايب. أما أما ردي عليا، أما ردي عليا، أنا سوزان، سوزان فريد. ياما ياما ياما، أنا سوزان. سوزان؟ سوزان فرج، فرج عبد التواب، مش سوزان فريد. ياما أنا مش هشيل اسم أبويا بعد كده تاني، حتى لو ذبحوني. مش ممكن. سوزان، ياما ياما، ردي عليا أرجوكي، عليكي. طاهر القلفي، طاهر القلفي هيبعت لك راجل يقتلك.
هيضربك بسكينه في ظهرك. افتحي الباب من عندك يا سوزان، انا جوه، انا مراد يا حبيبتي. افتحي. مراد؟ انا مراد يا سوزان. افتحي. مش ممكن، مستحيل. مراد افتح الباب بسرعه يا مراد. معلش يا سوزان، انا قربت افتحه. اهو مراد، اكيد بتخدعني وما بتفتحش الباب. والله العظيم بحاول، انا هموت واشوفك. انا فعلا هموتك، هموتك يا مراد، زي ما ابوك قتل امي ودهمني فيها. هموتك، هاخد حقي وطار امي منك يا مراد، هموتك بايديا دول. هشوفك مره واحده بس، ان شاء الله تطعنيني في قلبي. لا، انا هضربك في ظهرك زي ما ابوك ضرب امي بالسكينه في ظهرها. هموتك وهاخد حقي وهاخد طار امي منك انت يا مراد. يا غبي، هاتلك يا اغبى راجل في الدنيا كلها. يا غبي، يا غبي، يا غبي. هو راح فين بس؟ هي كانت ناقصه. لا مؤاخذة يا دكتورة، الحمد لله على السلامة. أصل ما خدتش بالي، أصل أنا كنت. إيه اللي بيحصل ده؟ القصر كله ملموم على سلمى؟ ومعاهم الدكتور حسن. القصر كله ملموم حواليها. أيوة يا دكتورة، من ساعة ما كلمت سعادتك لما النهار قرب يشقشق أهو. لا يا شيخ، الاستاف كله ملموم على سلمى وسعادتك بتتمشى في الجنينة. ما هو أصل أنا يعني كنت. ده أنتوا نهار أبوكوا أسود. فاطمة؟ انت مين؟ انا جابر يا فاطمة. جابر مين؟ يا همت الحقوني. أرجوك يا همت. ارجوك انا مش جاي اذيكي والله. اوعى عايزك ما تلمسنيش. انت مين؟ ما تخافيش انا مش جاي اذيكي والله. ايه اللي في ايدك ده؟ صورة ابويا؟ ابوك يا فاطمة، ابوك الكرباج اللي بيجلد في ظهري من سنين. كرباج؟ انت تعرف ابويا منين؟ يا فاطمة انا. انت مين؟ ايوه ايوه افتكرتك، انت اللي هو الحقق معايا بتاع المديريه. انا لا بتاع مديريه ولا كنت بحقق ولا زفت، دي خدعه يا فاطمه. خدعه؟ ايوه انا اللي فقت منها دلوقتي بس، وانت اللي فوقتيني يا فاطمه. اول ما عرفت انك معانا في القصر ده عقلي جمع وافتكرت كل حاجه. كل حاجه؟ انت مش ممكن. انا الضابط اللي قتل ابوك يا فاطمه. مش ممكن. وده حقك يا فاطمة، حقك. أنا دورت عليكي من سنين عشان تاخديه بإيديكي. خدي يا فاطمة، خدي بتار أبوك يا فاطمة. امسكي امسكي، أنا أهو. اضربي يا فاطمة.
اضرب يا فاطمة، خلصيني من العذاب اللي أنا فيه، خلصيني. يلا. سلاح إيه يا حشكل؟ العيرة بتاعت التحقيق؟ هو لو العيرة كنت اتدهولت كده، سلاح العقدة بتاع الحراسة. يخرب بيتك، وده ضاع منك إزاي ده؟ كان في ايدي وانا واقف في الجنينه، وفجاه لقيت الست سلمى بتجري في الجنينه وحالتها زفت. حطيته في جيب البلطو وجريت عليها وانا متلخبط وخايف لا تعمل في نفسها حاجه، بس وربنا حطيته في جيب البلطو. ايه؟ لما شفت السلاح مرمي قدامي على الأرض قلت ده ربنا اللي بعتهولي عشان أخلص روحي وأطهر نفسي من العذاب وأرتاح من اليأس والحيرة والجنون. أنا جاهز يا فاطمة. يا مفتح يا لهوي يا لهوي، امشي لعبرا، استهدي بالله، استهدي بالله يا ست فاطمة، انتي ست مؤمنة، هقتلك واقتله في ثانية واحدة. لا لا هطلع ويحصل يحصل، العمر مش بره. حاضر تعالي هنا. نعم هاتي المفتاح. مفتاح؟ هاتي المفتاح. اتفضلي امشي لعبرا. حاضر بره. حاضر بره. مفتاح ايه؟ مفتاح الأوضة. أصل حسن سمع سلمى بتصرخ فنزل يلحقها، ودلوقتي قفلنا الباب محدش هيقدر يخش لنا أبدا. مريم ايه؟ أنت لسه مش مصدقة؟ مصيبة يا يوسف، مصيبة. لا يكون ده كله حلم من الأحلام اللي ياما شفتها وصحيت منها على كابوس. خلاص يا حبيبتي خلاص. ياه حبيبتك؟ لسه فاكر اني حبيبتك؟ بعد كل اللي عملته فيا وفي امي لسانك قادر ينطقها؟ اعملي فيا اللي انت عاوزاه يا سوزان، اقتليني، خدي طهرك وطهر انوار. اضربي يا فاطمة، اضربي جمدي قلبك ونشي في ايدك، اضغطي على الزناد يا فاطمة، خلصيني من الحمل الثقيل، أرجوك أتوسل إليك، ريحيني بقى. أنت فاكرني خايفة؟ لا ما أنتش خايفة يا فاطمة، أنت بريئة، أنت من عنصر طيب، أنت عنصرك طيب وبريء يا فاطمة. خلصيني، أبوس إيدي، خلصيني يا فاطمة. أنت سفاح وقاتل بدم الناس اللي ذبحتهم. أيوة بس تاب يا فاطمة. بابا والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ويا بخت اللي اعترف بذنبه وما استكبرش على التوبه والغفران. لا يا بابا لا، ما تسيبنيش ده كله بعدين تيجي تقول لي اسامح السفاح اللي قتلك. يا فاطمه انا جايه الحقك، مش جايه ادافع عن جابر. تلحقني؟ ايوه يا بنتي، في بيت مختار قلت لك الامتحان صعب وطويل، لكن ما قلتلكيش انه خلص. أنا مش فاهمة حاجة، يعني إيه؟ يعني ده آخر سؤال في امتحانك يا فاطمة، وأصعب واحد فيهم. القاذمين الغيظ والعافين عن الناس. لا يابا، لا ما أقدرش أسامح اللي قتلك أبدا، ما أقدرش. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. يا ده قتلك ظلم، أنا مش ربنا عشان أسامح. ولا أنا ملاك يا فاطمة، ولا جابر شيطان، كلنا بشر يا بنتي، كلنا أولاد الشهوة والخطيئة، والعبرة بالخواتيم. الخواتيم يا جابر. هيدا العبرة بالخواتيم. ليه؟ دي بيتكلم نفسها زي ما انت ما بتكلم نفسك.
بتقول انها مش هتقدر تنجح في الامتحان. لكن انت لازم تنجح يا جابر، اثبت على قرارك وموقفك. اياك تخاف يا جابر. انا ما كنتش خايف، انا جيت لحد عندها وديتها المسدس، لكن خفت يا جابر. انا حسيت برهبة الموت غصب عني. الموت راحة يا فاطمة، والطلقة اللي هتخرج من مسدسك يا بنتي هتطهر جابر من ذنبه، وتلطش ايدك بالدم الحرام. حرام؟ دمك انت اللي حرام يابا، مش دم اللي قتلك. اللي قتلني احسن مني يا فاطمة. جابر قدر على نفسه وقدر يهزم الشر اللي جواه، لكن انا يا بنتي ما لحقتش اشوف الشر عشان اهزمه. لا ما تقولش كده يابا، انت اشرف راجل في الدنيا. الشيطان ده لازم يتقتل، لازم اقتله. مش هتقدر يا فاطمة. لا حقدر يابا، دي نار بتكوي في قلبي ولازم اقتله. اثبت يا جابر، اثبت، اوعى تخاف. هي لحظة واحدة وتسد دينك وتوفي امانتك. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. هقتله، هقتله يابا، هقتله. كذاب، جايب لي مسدس فاضي وتقولي اقتليني. لا والله ما حصل، المسدس حقيقي وعمران، انا شفته قبل ما اجيلك اهو. وبصي انت بس دوسي على 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 طلقه امان. امان؟ اه هي اسمها كده، بنسيب اول طلقه فاضيه عشان لو حد ضرب بالغلط. كملي يا فاطمه، كملي، اضربي في المليان. ما خلاص يا حبيبي. مش انا قلت لك انت في الامان؟ والامتحان خلص يا بنتي. وانا سقطت يابا، سقطت وما قدرتش على نفسي. بس سقوط مشروع يا بنتي، علشان تعرفي اننا كلنا بشر، بننجح ونسقط، بنغلط ونتوب، علشان تعرفي ان جابر عطوان تاب وندم وتعذب علشان يلاقيك يا فاطمة، وعلشان كده هو الوحيد اللي هيقدر يعوضك عني. جابر يعوضني عنك انت؟ ايوه يا جابر، هو ده الدين اللي في رقبتك للشيخ رضوان. هي دي الست اللي تمنيت انك تتجوز واحدة زيها علشان تعوضك عني. فاطمة؟ يا فاطمة افتحي يا فاطمة، انا همك حبيبتك، افتحي عشان خاطري. انا هتجوز فاطمة الروبي، واللي هيقرب هضربه بالنار، هضربه بالنار. مش معقول اتجوز ودلوقتي حالا؟ مستحيل. انت بتقول ايه؟ بقول الكلمه اللي قلتها لك زمان ووعدتك بيها ما عرفتش احققها. يا مراد، يا مراد احنا كبرنا وكبرنا قوي كمان، والزمن ما تقوليش الزمن يا سوزان توقف من يوم من يوم ما اتفقنا ننزل نشتري فستان الفرح. وهشتري لك فستان فرح، اخدك واشتري لك فستان فرح من اغلى مكان في الدنيا كلها. امي مراد، امي مال امي لما تعرف ان احنا هنتجوز هتبقى طايره من الفرح. دي جابت لي الحنه. الحنه هي الحنه لسه في ايديك عشان تصدقيني لما اقول لك الزمن متوقف من ساعتها. يا حبيبتي يما، يا روح قلبي يما، انت عارف دي جات لي وقالت لي ادي كل شيء باوان واوان الجهل. انا مش مصدقه يما. افرحي قوي قوي قوي، الليله ليله الحنده وبكره ليله كبيره قوي. بس في حد مش موجود ولازم يجي. حد مين؟ بنتك يا مراد، بنتك لازم تيجي وتوافق على جوازنا وتفرح معانا. بنتي مين يا مريم؟ سلمى يوسف. هي مش سلمى تبقى بنتك؟ لا مش بنتي، انا معرفهاش خالص. ازاي؟ ده هي اللي جابت لي اللوحه اللي انت رسمتها لي في السجن وقالت لي ان انت سرقتها. ايوه دخلت اوضتي هنا وسرقت اللوحه. مش معقول.
سلمى دي مجرد نزيلة هنا معانا في المستشفى بتتعالج زينا. مستحيل. حسن قال إنها مهووسة بالصحافة وعايزة تعرف حكايات الناس اللي هنا. حسن نفسه ساعدها على كده علشان يشغلها بأي حاجة تعوضها عن الإحساس بالوحدة والرغبة في تعاطي الكوكايين ويحميها من الهلوسة والاكتئاب. بالشفاء حبيبتي. ماما سامحيني يا ماما. أيوة يا يوسف، سلمى مش مجنونة، سلمى دي بنت رقيقة وطيبة ودخلت قلبي من أول لحظة. أيوة هي زينا، إحنا كمان مش مجانين. أنا عارفة يا يوسف، عارفة اللي جرالك واللي جرالي واللي حصل فينا هيحصل في سلمى، عشان كده لازم نلحقها. لا أنا مش هسيبك، مش هسيبك تخرجي من هنا وأضيعك تاني. اسمعني يا يوسف. سمعتك، سمعتك زمان وحسيت بطيبتك وطيبة قلبك تجاهي، لكن دلوقتي خلاص مش هسيبك، مش هسيبك تاني تضيع مني. سلمى هي اللي هتنقذنا من هنا. تنقذنا؟ أيوة، أنا اديتها سر المستندات اللي موجودة في بيتي القديم، الورق ده هو اللي هيخرجنا من هنا وهيرجع لي بنتي. بنتك؟ مريم؟ انت خلفتي بنت؟ بنتها يا دكتور، أنا سمعت الحكاية كلها ومصدق كل كلمة قالتها. يبقى أكيد اتجننت زيهم. أيوه اتجننت يا دكتورة، اتجننت ودماغي راحت من زمان، مش دلوقتي بس، من ساعة ما سمعت كلامك وقفت على الصفقة القذرة دي. إيه اللي بتقوله ده يا دكتور؟ ده الكلام اللي جوايا بقاله سنين، مخنوق ولازم يطلع دلوقتي والناس كلها تعرف كل حاجة. ما تهددنيش يا حسن، أنت جيت الشغل هنا بإرادتك. لا ما جيتش بإرادتي، وأنت عارفة كويس. 5 سنين وانتوا حاجزين كل واحد فيهم بعيد عن التاني، اشمعنى النهارده اتقابلوا وعرفوا بعض؟ راح لاهل فاطمه والولد اللي اتجوز بنت مراد. فرقان تجارب بشريه للعقاقير الجديده اللي بتتصنع في اوروبا. انا عمري ما عرفت الحلال، انا بلطجي. انا اشتغلت معاه قبل كده وعارفه الاعيبه كويس. انا ما عمريش حجزت يوسف في المستشفى ولا عمري شفت الدكتور وفيق بتاعك ده. كلمني ازاي يا مريم؟ وعندي حالات كتيره قوي محجوزه بنفس المرض بتاعك ده. عاوز ناس عايشه وصاحيه وما فيهاش خربوش. ما فيش مصيبة أكبر من اللي أنا عرفته النهاردة وامبارح.